جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: تعرضت لألم في الضرس خلال نهار رمضان مما استدعى ذهابي إلى المستشفى، وقام الطبيب المعالج بحشو الضرس، وقبل الحشو أشار إلى ضرورة إعطاء إبرة بنج لتخفيف الألم، فقام بإعطاء الإبرة، فهل صومي صحيح علما بأنه لم يخرج في حينها مني دم؟ صومك صحيح إن شاء الله، وعلاج الضرس أو خلعه أو عمل إبرة فيه لتخديره وتخفيف الألم كل هذا لا يؤثر على الصيام، ما دام أنك لم تبتلع شيئا من المواد متعمدا، أما دمت متحفظا ولم يصل إلى حلقك شيء من المواد الدوائية صيامك صحيح إن شاء الله، ولا بأس على الصائم إذا عالج الضرس أو خلعه وحتى لو خرج منه دم، فإن هذا لا يؤثر على الصيام. نعم.